ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة ظهور سوكا وهند وكمان مسمار في فلوج عند الأميرة فيروز. كمان هنعرف حفلة جنس المولود لبرنس مصر هتكون امتى، والمهم في فلوج سلمى، واخيرا هنشوف آية صلحت غزل ازاي عشان كانت زعلانة منها. فيديو النهاردة حلو جدا، بس كملوه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوه للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. هنبدأ بفلوج سلمى وحقيقة مفاجأة جنس المولود لندى مراد برنس مصر. والحقيقة ظهرت العيلة في فلوج على البحر، كل العيلة إلا ندى وأحمد. في البداية ملحوظة مهمة جدا، ده اليوم اللي كان فيه تصوير فيلم عصابة لبرنس مصر، وبدأوا اليوم بنزلهم من عربية برنس مصر اللي كان بيسأل دي عربية برنس مصر، وخدوا اليوم وقعدوا على البحر وكمان اتغدوا وصوروا فيلم القناة برنس مصر العصابة. وهنا قبل ما يتغدوا الأسطورة كان بيصورهم، وهنا جاب الكاميرا على ندى مراد برنس مصر وقال انتظروا كملش. وطبعا لان البرنس لسه ما اعلنش عن اي حاجه عن حمل ندى، هننتظروا مفاجاه قريبا جدا في العيله عن جنس المولود لندى وبرنس مصر. ربنا يجيبه بالسلامه. وحقيقي وحشتنا مفاجاه العيله جدا، وده كان المهم في فلوج سلمى. تعالوا دلوقتي نشوف بيبي اصاله ومستر احمد شاركنا بحاجه غريبه جدا، وهو املى في شعر بيبي اصاله. جلجل لقت حشرة في شعر بيبي أصالة وكانت مصدومة ومش مصدقة، على علم ان شعر بيبي حياة والأميرة فيروز نضيف ومفيهوش حشرات. واحنا بنقول لمستر أحمد ممكن تكون جت من الهوا. ربنا يحفظ بيبي أصالة هي واخواتها. ودلوقتي هنروح للأميرة فيروز، واللي ظهرت فيه حاجة غريبة جدا الفانز بيسألوا عليها، وهو ظهور سوكا وهند أخت صالح وكمان مسمار في كواليس فيلم. الحقيقة دي كواليس قديمة، لأن سوكا لسه مرجعتش أفلام محمود الجمل، وكمان هند سابت الأفلام مع صالح الولد اللي بيغني، وده بسبب المشكلة اللي قلنا عليها في أكتر من فيديو. وأخيرا مسمار فانز كتير طلبوا نتكلم عن سبب اختفائه، والحقيقة مسمار ورا اختفائه سر كبير، لأن العيلة كانت بتحبه جدا وهو كان معاهم على طول، والغريب اختفائه هو وكيمو. معانا معلومات لاختفاء مسمار وكيمو، لكن لسه هنتأكد منها. لو اتأكدنا منها هنعرضها على الفانز، ولو لأ هننتظر مع بعض لحد ما يرجعوا الأفلام من تاني. ودلوقتي وأخيرا هنعرف حقيقة مفاجأة السندريلا غزل وليه آية أحلى عملتها لها. والحقيقة آية بدأت الفلوج وكانت رايحة تشرب عصير من مكة، وكان معاها تيتو وآية ويزن ومعاهم عبدالله زوج آية، كلهم طلبوا المشروبات اللي هم عايزينها. وأخيرا عرفنا المشروب المفضل لعبدالله زوج آية وهو الليمون بالنعناع. وآية طبعا طلبت الآيس كريم، وده كان الصبح في أول اليوم، وغزولة كانت في المدرسة. هنا بقى ضحكنا على غزولة، بصت نفس البصة لآية أحلى لما قابلتهم وهي جاية من المدرسة، لكن آية قالت لها والله أنا كنت رايحة أشرب عصير ومحضرالك مفاجأة كبيرة هتفرحك. طبعا غزل فرحت جدا وجريت عشان تغير هدومها عشان يروحوا يجيبوا المفاجأة بتاعت آية. وهنا غزل بتورينا ايدها انها اتلسعت، ده اللي حصل لما راحت مع عبدالله في الكافيه. سلام عليكي يا غزولة. تعالوا بقى للمفاجأة الجامدة جدا لغزولة، هي سلسلة ذهب مكتوب عليها اسم غزل، كانت جميلة جدا ما شاء الله، بس غزل كانت عاوزة خاتم كمان مع السلسلة. وآية أحلى قالت لها إنه هيكون بعيد عن المدرسة لأن المدرسة ممنوع فيها. مهم إن بعد ما غزل دورت كتير ما لقيتش حاجة عجبتها عند بتاع الذهب في الخواتم، وفي الأخير راحوا يتغدوا. وهنا شفنا غزولة زعلانة على الأكل، كان السبب إنها فاكرة إنهم مش هيركبوا البيتش باجي زي ما وعدتها آية، لكن آية أحلى قالت لها ووعدتها إنهم هيركبوا البيتش باجي بعد ما يتغدوا. غالبا هيكون في فيديو هيكملوا فيه باقي اليوم في البيتش باجي، وهنشوفه الايام الجايه.
كده وصلنا لاخر الفيديو بس ما انتهاش. سؤال الفانز الفيديو اليوم هو ظهر اسم في الفيديو، قولوا مين هو وفي الدقيقة الكام. شوفوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا تحلوا السؤال، وكملوا معانا عشان هنعرض اسماء الفائزين في تحدي سؤال الفانز الفيديو اللي فات. بنتمنى من كل الفانز يدعمونا ويشتركوا بالقناة الجديدة فانز برنس مصر، وعاوزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. تقدها يا أجمل جيش. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوا نعيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.